قال المصنف غفر الله له ولشيخنا والسامعين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر يا رسول الله؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. قال قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث سعد رضي الله تعالى عنه حديث عمدة فيما يتعلق بباب الوصايا، وكذلك أيضا فيما يتعلق بباب الهبات في مرض الموت، لأن الهبة في مرض الموت حكمها حكم الوصية، إذا تبرع في مرض موته فحكم هذا التبرع حكم الوصية، بمعنى أنه ليس له أن يزيد على الثلث في التبرع، ليس له أن يزيد على الثلث، وكذلك أيضا ليس له أن يتبرع بوارث بشيء، لا يزيد على الثلث ولا يتبرع لوارث بشيء إلا بإجازة الورث. حيث سعد بن أبي وقاص قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، يعني هذا مرض لحق سعدا رضي الله تعالى عنه في حجة الوداع، يعني لحق سعدا في حجة الوداع وهو في مكة. وقوله يعودني، العيادة هي زيارة المريض، نعم زيارة المريض، ويؤخذ من هذا مشروعية زيارة المريض عيادته، وعند جمهور أهل العلم أنها سنة. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فرض كفاية، قال عام حجة الوداع من وجع اشتد به، فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى. قوله قد بلغ بي من الوجع ما ترى، هل هذا من باب الشكاية المنهي عنه أو لا؟ يقول بأن الشكاية تنقسم إلى قسمين، يعني الإخبار بالمرض هل هو من باب الشكوى إلى المخلوق؟ أما الشكوى إلى الخالق فهذا مستحب، أما يجيب المضطر إذا دعاه، لكن الإخبار بالمرض نقول بأنه ينقسم إلى قسمين. نعم، القسم الأول أن يكون على وجه الجزع والتسخط فنقول بأن هذا مذموم، والقسم الأول أن يكون على وجه الجزع والتسخط فنقول بأنه مذموم. القسم الثاني ألا يكون على وجه الجزع والتسخط وإنما على وجه الخبر المجرد، فإن هذا جائز ولا بأس به، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ورأسه، وحديث سعد رضي الله تعالى عنه قال وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي،
أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال قلت فالشطر، يعني النصف. قال يا رسول الله، قال قلت فالثلث، قال الثلث والثلث كثير. في هذا أن المريض مرض الموت تبرعاته في حكم الوصية، بمعنى أنه لا يملك أن يتبرع بأكثر من الثلث، الثلث رخص له الشارع. كذلك أيضا لا يملك أن يتبرع لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة، وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله، وخلافا للظاهرية في هذه المسألة. والعلماء رحمهم الله يقسمون الأمراض إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول مرض غير مخوف، لا يخشى على صاحبه من الهلاك، فهذا حكمه حكم الصحيح، له أن يتبرع بما شاء من ماله، وله أن يهب وارثا وغير وارث، أن يتبرع لوارث وغير وارث. القسم الثاني المرض المخوف، فهذا عند جمهور العلماء أن حكمه حكم الوصية كما سلف. القسم الثالث الأمراض الممتدة، الأمراض الممتدة. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد بالنسبة للأمراض الممتدة، قالوا إن قطعها بفراش، يعني لازم الفراش، فحكمها حكم المخوف، وإن لم يقطعها بفراش فحكمها حكم غير المخوف. والصواب أن يقال بالنسبة للأمراض الممتدة كما هو قول جمهور العلماء، أن هذه الأمراض الممتدة ينظر إن كانت مخوفة فالتبرعات حكمها حكم الوصية، وإن كانت غير مخوفة فالتبرعات حكمها حكم تبرعات الصحيح. قال إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة. إنك أن بفتح الهمزة على التعليل، يعني لأنك أن تذر، وبكسرها على أنها شرط، يعني بكسرها، وكلاهما جائز، وإن كان الأحسن الفتح على أنها تعليلية، الجملة تكون بعدها تعليلية. تذر ورثتك، تترك ورثك أغنياء خير من أن تذرهم عالة، العالة الفقراء، خير من أن تذرهم عالة الفقراء. يتكففون الناس، يعني يسألون الناس بأكفهم، يسألون الناس قوتهم بأكفهم. وفي هذا دليل على أن الشخص ممنوع من أن يوصي بأزيد من الثلث لحفظ الورثة، لحق الورثة، ليس له أن يوصي بأكثر من الثلث، وليس له أن يتبرع إذا كان مريضا مرض مخوف بأكثر من الثلث بحق الورثة. وعلى هذا يكون هذا مبني على إجازة الورثة، لو أوصى مثلا بالنصف أو تبرع وهو مريض مرض مخوف بأكثر من الثلث، نقول هذا متوقف على إجازة الورثة، لأن الحق لهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم منع من الزيادة على الثلث لحق الورثة، حماية لحق الورثة. وفي هذا ينبغي للمسلم أنه يتدارك في حال الصحة، أن الإنسان إذا كان الآن في حال الصحة لو يتبرع بالنصف بالثلثين، صدق يوقف يعتق، لكن إذا مرض الآن مرضا مخوفا ما يملك من ماله تبرعا للمدفوع. لو كان عنده ثلاثة ملايين ثم بعد ذلك مرض مرضا مخوفا فإنه لا يملك تبرعا، سواء كان وصية أو تبرعا وهو مريض مرضا مخوفا، لا يملك إلا الثلث. قال وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. قوله تبتغي بها وجه الله فيه إشارة إلى الإخلاص،
وأن المسلم ينبغي له أن يخلص في نفقاته، وأن يقصد النفقة التي ينفقها أن يقصد بها وجه الله عز وجل، فإنها تنقلب إلى كونها عبادة. كون الإنسان يشتري الطعام والشراب واللباس إذا قصد بذلك امتثال أمر الله عز وجل فإن هذا يقربه إلى عبادة. قال: إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. قال: فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي. قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. وكره سعد رضي الله تعالى عنه أن يخلف في مكة وأن يموت في مكة. لماذا؟ لأن هذا نوع من الرجوع فيما أخرجه، أو كأنه نوع من الرجوع فيما أخرجه لله عز وجل، فهو ترك مكة لله عز وجل. والقاعدة في ذلك أنه لا يجوز للمسلم أن يرجع فيما أخرجه لله عز وجل. العائد في هبته كالكلب يطيء ثم يعود في طيه، العائد في صدقته كالكلب يطيء ثم يعود في قيئه. فإذا أخرج شيئا لله عز وجل فإنه لا يجوز له أن يرجع فيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام يقيم فقط، ثم بعد ذلك ليس له أن يمكث، بل يجب عليه أن يرجع إلى المدينة لأنه ترك مكة لله عز وجل. قال: ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولعلك أن تخلف، وهذا فيه دلالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه دلالة على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن سعدا رضي الله تعالى عنه شفاه الله عز وجل، وفيه آية على نبوته، حيث أن سعدا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم برئ من مرضه وانتفع به آخرون وتضرر به آخرون، وما حصل على يديه من الفتوحات في عهد الخلفاء رضي الله تعالى عنهم. قال: اللهم أمض لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لأنه كما تقدم الصحابة رضي الله تعالى عنهم تركوا مكة وهاجروا إلى المدينة لله عز وجل، فكره سعد رضي الله تعالى عنه أن يموت في مكة وهي البلد التي خرج منها وتركها لله عز وجل. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يمضي الله لأصحابه هجرتهم وأن يتوفاهم في غير البلد التي تركوها لله عز وجل. وكما ذكرنا أن الإنسان إذا أخرج شيئا لله عز وجل فإنه لا يجوز له أن يرجع فيه. لكن البائس سعد بن خولة. سعد بن خولة هذا نسب إلى أمه وهو قرشي عامري، نسب إلى أمه وهو من جماعة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه. سعد بن خولة مات بمكة ورثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. نعم، رث له رسول صلى الله عليه وسلم مات بمكة لأن مكة تركها لله عز وجل ومات فيها. يعني مات فيها. وكون الإنسان يموت في البلد الذي خرج إليه، يعني يؤخذ من هذا أن كونه يموت في البلد الذي هاجر منه الذي هاجر إليه أفضل
من كونه يموت في البلد الذي هاجر منه. وإن كان هو لم يرجع ولم يختر ذلك، لم يرجع في هجرته ولم يختر، لكن ظاهر الحديث يدل أن تمام الهجرة أن يموت في البلد الذي هاجر إليه، وأن لا يموت في البلد الذي هاجر منه، وإن كان معذورا لعدم اختياره، لكن هذا الحديث يدل على أن تمام ذلك أن لا يموت في البلد الذي هاجر منه. المهم الشاهد من هذا لحديث الوصايا كما ذكرنا أن الوصية لا تجوز بأزيد من الثلث، ولا تجوز لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير من أنتذرهم عالة إلى آخره، هذا التعليل من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن المنع إنما هو لحق الورثة، وعلى هذا إذا أجازه الورثة نفذ ذلك، نعم إذا أجازه الورثة نفذ ذلك. لكن هل هذه الإجازة تنفيذ لما سبق أو أنها هبة مبتدأة؟ هذا موضع خلاف. جمهور العلماء رحمهم الله يقولون بأنها تنفيذ لما سبق، وعند المالكية يرون أنها هبة مستقلة، أو نعم هبة مستقلة مستأنفة تحتاج إلى أحكام الهبة.